صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 26 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية. جاء فيه المادة الأولى: يجدد تعيين السيد أسامة أحمد خلف العصفور نائبا لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وذلك لمدة 5 سنوات. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 27 لسنة 2018 بتعيين مدير عام في وزارة شؤون الإعلام. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد أحمد محمد عبد الكريم المناعي مديرا عاما لوكالة أنباء البحرين في وزارة شؤون الإعلام بدرجة وكيل مساعد. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 28 لسنة 2018 بتعيين وكلاء مساعدين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. جاء فيه المادة الأولى: يعين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيلا مساعدا لمشاريع البناء والصيانة، المهندس وائل ناصر محمد المبارك وكيلا مساعدا للخدمات البلدية المشتركة، السيد محمد سعد محمد هلال السهلي وكيلا مساعدا للموارد والمعلومات.